يلا انزلوا. ننزل شو نقول له؟ تبيني اعيد عليك نفس الكلام اللي قلت لك البارحه؟ من البارحه وانا افكر شو بقول، بس ما ادري الحين احس اني نسيت اللي في بالي. يما انت خليك هني، انا اللي راح انزل. لا لازم ثنتينكم. خلاص ننزل وامرنا لله. يلا انزلوا انا وراي شغل. رايحة بالخشية عايشة؟ حتى ما قلتي لي؟ وأنا اللي تميت أحاتيكم، ظنيت إنه حد فيكم مريض ورحت للمستشفى. أثارك رايحة لعنده، رايحة تجيبينا إن شاء الله، بس ما حد شافك من أهل الديرة. حرام عليك يا موزة، حرام عليك. حرام علي ولا حرام اللي ياس تسوينه في نفسك؟ حد يحط خشمه بالتراب؟ حد يهين نفسه برضاه؟ مو برضاي يا موزة، مو برضاي. أنا لو الود ودي خطوة واحدة ما أخطيله، لكن حسبي الله ونعم الوكيل. من اللي لزم عليك؟ بنتك؟ بنتي مكسورة مثلي. الشايب ما يسويها، ما بقى إلا أخوانك. أخواني، أخواني اللي كنت أظن لو طحت وقلت آه يركضون لي، سووني مداس، اعتبوا الكل يدوس عليها عشان يوصلوا للي يبونه. زين سويت انك رجعت بيتك، خير انفعلت. وما رد البيت بروحه يا يدي، منيرة هي اللي جابته. والله عاد هو رد بروحه ولا منيرة اللي جابته، المهم انه يا بيته. والله انا يا عمي. لا تقول عمي، قول ابوي. ابوي طال عمرك الناس تقول لي ان هذا البيت مو بيتي، وان بيتي في دبي، وانا بصراحه ما اعرف حد في دبي ولا الصبر مفتاح الفرج. ما ردك بتعرف ان هذا بيتك وحنا اهلك. متى طال عمرك متى؟ إلى أن يقضي الله أمراً كان مفعولاً. صبي لي فنجان يا بنتي. تامر.
ايش حقه طاير كذي؟ انا ابوك ما تبع عمرك. يا يبشرك ذبحتني من تلفوناتك. ذبحتك؟ ذبحتك لاني حريص يا سيف. حريص على شو يا حميد؟ تبني من صوب وتهدم من الصوب الثاني. اختك ما وقفت الصياح. اختك يوم بتعرف مصلحتها بتوقف الصياح. عايشة مقهورة. اول دسنا عليها والحين دسنا على كرامتها. منو داس عليها يا سيف؟ انا ما دست عليها. اذا انت دايس عليها قول. كلنا دسنا عليها. يوم بغت تتطلق من سعيد كلنا تجاهلنا مشاعرها ووقفنا ضدها وخليناها في البيت مربوطة ترياه. يعني تبغي اختك تتطلق؟ ويوم درينا ان تزوج عليها خشينا عنها علشان ما يزعل ووقف عنكم الفلوس اللي طرشها من دبي. ريحتك شو هالكلام يا سيف؟ هذا موضوع قديم. كله منك، كله منك انت. انت اللي ما تدور الا على مصلحتك. فكنا من هالموضوع الحين وخلنا نفكر في غنوم هذا. شناوي تسوي في الريال؟ أنا برأيك شو أسوي فيه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم وياك التحريات. أنت خميس بن سلطان؟ نعم طال عمرك. وأنا من يومين ما طلعت من البيت، تعبان وكزرت الوقت كله على فراش. حتى سألوا زوجتي. الله يواليك الصحة والعافية. بس تعرف واحد ينقال له طارش من بخيت؟ ايه هذا مولد البلاد وكل اهل البلاد يعرفونه. في الليل صار معاكم في المزرعه؟ انا طال عمري صار لي 5 ايام ما رحت المزرعه. وانتوا سالوا اخواني هم 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 هم, هم يعرفوا. شو فيك يا ريال؟ شو فيك؟ انا اسالك يسهر ولا لا؟ هو طال عمرك يجي المزرعه يتعشي ويشيش ويمشي. بس انتوا ليش تسالون انا؟ انتوا ليش ما تسالوا اخواني؟ بس هل اللي تعرفه عن طارش؟ لا 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 طال عمرك هو يشتغل بمزرعتنا، يشتغل ويانا ينفع الدبش ويهتم بالخيل وبالمره بعد يقضي حاجات الشايب. ومن متى ما شفته؟ من متى؟ من 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 اربع من خمس ايام. من خمس ايام انا ما شايفينه. انتوا تروحوا اسالوا اخواني هم بيخبروكم. اسالوا اخواني. بنسالهم ان شاء الله. يلا يا سارة. حياكم الله. ايش قاعد تطلعيني؟ شايفه عجبه؟ بيت مو مرتب، يعني الواحد يحط اغراض يرجع يدورها ما يلاقيها. وليش هالعفسه كلها؟ شو ياس تدور انت؟ خليني بحالي، ما يخصش، روحي طالعي التلفزيون وخليني بحالي. ما تبغي تقول كيفك. اصلا ما شي بهالبيت بكيفي انا، كل شي بهالبيت بكيفك انت. ماما وين ليش هالحبوب؟ بيت ماما عفا. سيري سيري سيري. تاخذين حبوب منع الحمل من ورايا يا اليازية؟ هي اخذ حبوب منع الحمل. طول هالوقت تخدعيني يا اليازية، تتهربين مني وتاخذين حبوب. انت عندك بنت مريضة، انا ما ابغي عيالي يتعذبون واراقب فيهم من مستشفى لمستشفى. وانت ايش جريت من عيالك بيطلعوا مرضى؟ دخلتي في علم الغيب؟ هل طلقت موزه وتزوجتش علشان تجيبي لي ولد صاحي مو مثل ميته؟ تجيبي العيال صاحيين؟ انا بعد ما ابغى اجيب بنت نفس بنتك. شذبتي علي الكلبه ليش؟ ليش الكلبه ليش؟ سويت بعمرك يا خميس
وخر عني يا سيف. يا احمد ما بوخر عنك لما تقول شو بدك. بدك وخر عني يا سيف. نعم اسمعني، اذا انت جاي تدور سعيد فسعيد طلع. سعيد طلع وانت اللي بتطلع بعد. احمد احمد عيب يا احمد. شو بسوي يا احمد؟ عيب عليك يا ريال والله عيب. والله عيب انت ريال عاقل. احمد قول له خليه يطلع الفلوس. قال لك الريال مو بعنده، انت ليش مو راضي تصدق؟ انا ما بصدق ما بصدق، يا يطلع الفلوس يا يتحمل اللي انا صبرت عليه وايد. وين وديت الفلوس؟ البيت عندك وحفيت شيء. اذا هذا يريحك اي يريحني يا غانم. باين عليك واصل المرحله تسوي اي شيء عشان تحصل الفلوس. مستعد مستعد اسوي اي شيء لان هذا حقي حقي يا غانم، وما بسمح لواحد مثلك يستغلني او يستغل اخواني. قالك الفلوس مو بعنده مو بعند غانم يا حميد. انت مستحي مستحي مني يا سيف، بس انا متاكد ان الفلوس عنده. مو بنت اللي قايل مو بقايل ان سعيد جاي البلاد وعنده الفلوس؟ وينهم وينهم؟ حميد حميد خلاص يا حميد خلاص كفايه. وخرت وخرت، لازم يقول لي وين راحت الفلوس، لازم يقول لي وين ودها. ليش تظن ان الفلوس عندي انا ها؟ ليش تشك فيني انا؟ هل اشك في منو؟ اشك في نفسي؟ ليش ما تشك بنفسك؟ كيف؟ يمكن انت اللي اخذت الفلوس. انت شلت انت وتسوي كل هذا عشان تغطي على نفسك وتضيع السالفه قدام اخوانك. تتهمني انا يا غانم؟ تتهمني اني انا أسرق فلوس إخواني؟ أنا يا غانم؟ حميد 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 كفاية يا حميد. عيب عيب يا حميد عيب عيب عليك يا حميد. خلاص خلاص يا حميد. حط كل الفلوس اللي طرشتها لابن دبي في الخيم، مرة يكسب ومرات يخسر، يبيع حصان ويشتري فرس، إلين يجمع فلوس وايد وشرى لي حموم. ومحظوظ كل ما دخل سباق فاز فيه، لكن لين كبر وتعب، يوم انه كبر وتعب بدال ما يتحمل فيه بغى يذبحه. يذبحه؟ اي لو مع عياله متعلقين فيه كان ذبحه من زمان. شو صاير؟ ايش عندك انت بعد وياي؟ ياي تعبان بلاش ما فيني شيء. حميد اعطيني الفوطه خليني اسبح. وين بتروح يا غانم؟ البيت بيتك وما عليك من حميد. لا يا اخوي هذا مو بيتي، هذا بيتكم، وحميد من زمان يبي يطلعني منه. بس انت كلامك ويا الشايب مو مع حميد، وإذا تبي تتأكد خلنا نروح حق شايب. لا يا أخوي خلاص ما أقدر أسكن بهالبيت، النفس طابت وماني مرتاح منه، وأخوك في أي لحظة ممكن يدخل علي البيت ويكسر علي الباب. بس إذا درى الشايب بتستوي مشكلة. أرجوك أرجوك ما تقول حق الشايب. طيب أنت وين بتسكن؟ فكرت وين بتسكن؟ كيف تقولين حق خالد؟ وشوف فيها يعني لو قلت لخالد، ترى خالد الحين مو بريال غريب. بس يا نوف الموضوع عائلي، موضوع خاص وحساس وايد. لا يا مريم الموضوع ما عاد موضوع عائلي، الموضوع يتعلق بالناس كلها، موضوع يتعلق بالفساد، يتعلق بخيانة الأمانة والتلاعب بأموال المستثمرين اللي وثقوا في أصحاب هالشركة وخانوهم، موضوع يتعلق بسمعة ريال طيب شوهوا سمعته وخلوه كبش فداء علشان يدفع الثمن عنهم. نحن لازم نكشف كل شيء يا مريم، لازم نرد اعتبار ابوي لازم. زين وخالي وبيت خالي تبي تفضحينهم؟ مينونه انت خالي؟ تبينا نحط اعتبار الخالي؟ ليش هو ما افتكر فينا؟ اصحي مريم اصحي، خليهم يعانون مثل ما نحن عانينا. بس يا نوف احنا ما نبي ننتقم من حد خصوصا خالي.
الاعتبار ما بيرد للوالد إلا إذا كشفنا المجرمين الحقيقيين. بس كلامك هذا وايد يخوفني. خايفة على مشاعر خالك ولا خايفة على مشاعر حبيبك؟ ما عليه، خافي عليه قد ما تقدرين، بس تأكدي إنه ما راح يفيدك. كانوا يبون ياخذون منا بيتنا واحنا فيه، وارتاحوا إلا لين ما طلعونا منه. شو تبين أكثر عن كذي؟ شو تبين؟ أختك معذورة ومعاها حق. ما حد له عذر، إحنا قبل كلنا ما كنا نعرف السالفة، لكن الحين يوم انكشفت الحقيقة لازم ما نسكت، لازم ندافع عن نفسنا وناخذ حقنا. يعني الحين الوالد طلع من البلاد وسب هالموضوع؟ للأسف إيه. مسكين والله انظلم. انظلم لأنه ما عرف كيف يدافع عن نفسه، مع إنه عنده مستمسكات قوية، بس ما عرف ليش فضل إنه يختفي عن عيون الناس بدل ما يواجه خصومه. زين وشو الفرق؟ يمكن للحين على نفس موقفه، يمكن ما يبغي يواجه أحد. الفرق إنه قبل إحنا ما كنا نعرف شو السالفة، لكن الحين عرفنا. ويوم عرفته شنو بتسوون يعني؟ ما أعرف يا خالد، ما أعرف، بس أكيد الأمور بتتغير. وين أختك؟ راحت. وين راحت؟ طلعت مع رايلها. لا يكون ضربتي وياها. الضرب وياها على شنو؟ هاتش اتأكدي بنفسك، خذي. ألو، هلا يما نوف. حميد انت شو مسوي يا حميد؟ ايه انت ما بتفكيني من اسئلتك البايخة اليوم. الشرطة عند الباب يا حميد. الشرطة؟ سعود، شو الفرق بين هني والسجن؟ الفرق انك هني بين السماء والارض، فضاء، وتشم الهواء وتشوف النجوم يا عساك العور. ما تعرف الفرق بين النعمة والنقمة؟ تصدق لو انا تعرف العسكرية وايدة بركلي. عسكرية؟ انت ما تقول لي عسكرية هاي ترضابك؟ اسمع اسمع، تقوم قبل صلاة الفجر تدخل الحمام، تحلق لحيتك وتسبح وتشيل الوصاخ عنك، عقب تشل العدة وتدخل الميدان. ياهو شعور مالت عليك. تستعد جندي طارش، دخل كرشتك. حاضر سيدي. ارفع سيدي. تحياتي لمن دمر حياتي. شيل سلاحك. شليت سلاحه يا سيدي. خذ العرض ان شاء الله يا سيدي. العدو امامك يا طارش، اتصرف ان شاء الله سيدي. تنك تشو تنك تشو 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 تشو. مت. لا تكلمني انا ميت. سخيف جدا وايد. ايش تبين تقولين؟ خلاص ما بقى شيء ينقال. صحيح ما بقى شيء. انت دمرت الحب اللي بيننا. انا؟ عيلانا؟ اللي بيننا يا محمد ما كان حب. شنو؟ انا كنت قدامك، كنت تقدر تتكلم معاي بحرية، وتصورت ان هذا هو الحب. انا ماني راد عليك. هو الدليل انك اكتشفت فجأة ان كل مشاعرك ناحيتي اختفت، تبخرت. بس انا احبك، انا احبك يا مريم. ايه لاني بنت عمتك. انت ايش قاعد تقولي؟ صدقك انا مو زعلانه،
لأن هم أنا اكتشفت أني ما أحبك. الحب اللي تقصده طبعاً، بس أحبك لأنك ولد خالي. شنو مناسبة هالكلام الحين؟ يعني ما تعرف؟ أكيد ما أعرف، أنا ما قمت أفهم شيء، أنا واحد صرت غبي بصراحة. أنا جاي أقول لك إن خالي جاي يخطبني لك، وأبيك تروح تقوله إن الأمور تغيرت. تفضل. محمد شلونك يا ابو؟ حياك، تفضل. تفضل استريح. تسلم. اولا شنو تشرب؟ لا ما ابي شيء، سلامتك. انا اسالك عن موضوع بمشي. موضوع شنو؟ صج انت ورحت وخطبتوا لي مريم؟ اي صج. مو هذا اللي خلاك تطلع من البيت زعلان؟ غريبه، مع انك انتوا رافضين تخطبوا لي اياها بالاول. احنا ما رفضنا، احنا قلنا لك لا تستعجل، ويوم شفنا الوقت مناسب رحنا وخطبنا لك البنيه. ايش فيك يا محمد؟ باين عليك مو فرحان. لا. شنو لا؟ أنا رجعت نفسي وأشوف أنها ما تناسبني. ما تناسبك؟ شلون يعني؟ يعني أنا كنت غلطان، اكتشفت أني أنا غلطان. تبي تحرجنا مع عمتك؟ أخطبها أمس واليوم أقول لها هونا؟ لو كنت سألني قبل لا تخطبها كان قلت لك لا. شو هالحكي يا محمد؟ ما أدري عاد، تصرف بمعرفتك. عندك. تعال، وين رايح؟ محمد اسمح لي، اسمح لي. شفت؟ شفت؟ ما قلت لك ان بنت اختك وراها شيء؟ تفضل شوف شوف. ليش ما تقرا باقي المسج؟ ليش ما تبي تكمل تشوف شو فيها؟ ادري شو فيها، ادري. تدري؟ تدري وساكت؟ تدري وما تتكلم؟ حاولت احل الموضوع بطريقتي بس فشلت. قول اني فشلت. للحين في فرصة. فرصة؟ أي فرصة؟
لي الفرصة. تعرف شو معنى الكلام؟ أعرف يا عبد الرحمن، أعرف. لا، ما تعرف. الشركة هذه بتنهار. تعرف معنى بتنهار؟ لازم توقف بنت أختك عن حدها، لازم تمنعها عن توزيع المسجات بأي طريقة. ولا أنت تعرف، تعرف زين إيش راح يصير. لين كوكتيل لو سمحت. تحت أمرك. ليش ما خلتنا نتكلم في البيت؟ ما يصير. شو اللي ما يصير يا محمد؟ الموضوع خطير يا عليا، خطير. خطير؟ ليكون تقصد الأوراق اللي عند مريم. طلعت صحيحة يا عليا، طلعت صحيحة. لا مو صحيحة، هذه وحدة تبى تلفق علينا الكذب، وللأسف كنت بتتزوجها. شوف كيف تبى تأذينا. أبوي راح خطبها لي. كيف؟ ومن غير ما يقول لي بعد. كيف يخطب وحدة مثل هذه؟ عليا أرجوك. لا، بعد ما ترضى عليها، أصلاً أمي ما تحبها وما تواطنها في عيشة الله. أكيد الوالد شاورها قبل أروح يخطب مريم. أنا مو قادر أصدق، شو اللي قاعد يصير؟ يبون يسكتون مريم، يبون يسكتونها. إيش هالحكي يا محمد؟ القضية كبيرة، ومريم عندها الدليل أن أبوها ضحية عملية فساد كبيرة بالشركة. عملية فساد؟ أي نعم، عملية فساد. وش دخل الوالد في هالموضوع؟ للأسف إنه لا دخل، ولا دخل كبير بعد. يا كريم، يا الله مبروك يا أبوك. الله يبارك في عمرك. المبارك يا أستاذ غانم، المبارك. مبروك يا أستاذ غانم. الله يبارك فيكم إن شاء الله، جزاكم الله خير ومشكورين. فما الله يبارك. ما وصيك عاد على موزة، ولا تنسى حشاشة يوفي ميفة. لا هذه ربع عيوني. الله يسلمك. عيونك سالمة. يلا بالبركة عليكم. مع السلامة. في مال الله، في مال الله، جزاك الله خير. مع السلامة. أقول دير بالك يا ولدي من عياله عمها، خاصة خميس. وطال عمرك كان عزمتهم على الملشة. عزمهم، أنا ما أحب أشوف ويهم الودرة. يلا إلا ما قلت لي متى بتاخذ مرتك بليتك؟ مرتي باخذها إن شاء الله، بس تدري يعني أصبغ البيت إن شاء الله ونجيب لنا ذاك الأثاث الطيب. تدري عروس بعد تستاهل بنية. على خير، يلا توكل على الله. يلا. نعم بالمبارك يا بنيتي. هذا الريال اللي بيتحمل فيك وفي بنتك، ولا وصيك حتى انت تحملي فيه. ان شاء الله عمي. خليني امام الامر الواقع. ها هذا هو خلاك امام الامر الواقع. اتزوجها ايش بتسوي؟ مو بمن حقه يسوي شيء. واقصر الشر يا حميد، لا تسوون نفسكم في موضع شك، وبعدين الشرطه قاعده تراقبنا بسبب الطروش هذا اللي راح وما حد يدري بوين. تراقبنا ليش؟ احنا شو مسويين يعني؟ ما تعرف طارش وين سار؟ وانا ايش دراني؟ اسال نفسك وين راح. انا اسال نفسي يا خميس؟ تشك فيني يا خميس؟ ليش انت اللي تشك فيني انا؟ ها انا سالتك وسؤالك ما له الا معنى واحد. بعدين شو بينه وبين طروش؟ ها شو بينه وبينه طروش؟ طول الليل مبقق عيونه وفرضناه هني ويسمع كل كلامنا. نفرض انه سمع كل كلامنا، شو ممكن يسوي؟
ان طروش يتجسس ويخبر غانم؟ كلب يدور الدرهم وين ما يكون علشان يتزوج، يبقى يسافر حيدر باد. الكلام ما يدخل العقل. غانم الوحيد بوي اللي يدري بان سعيد جاي وعند البيسات، ليش ما يكون هو اللي تعرض له في الشارع وسبب له بالحادث؟ انت شو تخربط؟ شو تقول؟ غانم مستحيل يسوي هالفعله. هذه الفلوس، الفلوس يا سيف تسوي ازيد من كذي. انت تخبلت ولا شو؟ انا بروح عنكم علشان ما استوي مينون مثلكم. ما ظن ان اخوك سيف تحت راسه شيء. شو يعني يدافع عنه؟ كان يدافع عن روحه. غانم صديقه ولازم يدافع عن صديقه. ليش ما يكون شريكه؟ وليش ما تكون لعبه يلعبونها ثلاثتهم علينا؟ بعدك تصحح في هالدفاتر؟ ليش تبيهم يفصلوني يعني؟ خذ لك راحة، قاعد في هالمكان الطيب، خذ زوجتك وقعد وياها على البحر. دريت؟ بالمبارك، منك المال ومنها العيال. الله يبارك فيك، يعني أنت مو معترض مثل إخوانك؟ الحرمة حرة في نفسها، ما حد يقدر يعترض، وعلشان أثبت لك أنا عازم منك على العشاء. لا عاد سالفة العشاء هذا علي أنا ضيفي اليوم. يلا 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 قوم قوم وخلي حساب عقب. قلت إنك يعان. والله يعان وايد صراحة. خلنا نروح نقعد على البحر. يلا حياكم. توكل. اليازية يا اليازية. غريبة دائما ألقاها قاعدة على التلفزيون. يا اليازية يا اليازية.